هو يعتبر ورك او روت ورك. بعدين سايكو ثيرابي بي تايب، اكو سايكو اناليتيك، اكو سي بي تي، اكو كوغنيتيف دون سي بي تي، واكو بيهيفيرال. طبعا انتم ما راح تفهمون السايكو ثيرابي من خلال هاي المحاضره. السايكو ثيرابي الناس تاخذ بسنه بسنتين، ياخذون سب سبيشلايز بي، بس احنا نريد نوصل لكم اكو شيء اسمه علاج اسمه سايكو ثيرابي، اللي هو العلاج بالكلام. العلاج بالكلام هي هاي الفكره اللي ادوسها، اكو علاج اسمه علاج بالكلام. هسه هذا العلاج بالكلام معتمد عليه من مره، معتمد على الديفنس ميكانيزم بالسايكو اناليتيك، مره معتمد على البيهيفير انه وقفه سلوك خاطئ، مثل واحد ياخذ مخدرات، واحد عنده انحراف جنسي، يعني بيهيفير خاطئ، واحد عنده الكحوليك. فهذا اللي هذا الاكتساب للبيهيفير الخاطئ نجي نمسح، نسوي له ريموف، ونخلي مكانه في البيهيفير جيد ثاني. هذا يسمونه البيهيفير ثيرابي. طبعا هذا صاحب هاي المدرسه هو بافلوف، هذا بافلوف طبيب روسي اعتمد على، هو طبيب كان باطنيه، عنده كان بحوث على الديو على القرحه، وجاب له مجموعة من الكلاب وسوى عليهم تجربته، قام يعطيهم أكل ويدق لهم الجرس وقال له سرعتهم سالبيشن، وبعدين قام ما يعطيهم أكل بس يدق لهم الجرس وهم سرعتهم سالبيشن. فقال إذا أنا أقدر أمسح فد عادة سيئة وأخلي مكانها عادة جيدة. هي هاي نظرية البيهيفير ثيرابي. السايكوديناميك لا، السايكوديناميك هو ترجع لفرويد شلون يروح للديفنس ميكانيزم، شلون يعني يروح بالاعماق. الكوجنيتيف لا، الكوجنيتيف يحكي على الفكر، يحكي على تغيير الفكره. طبعا هنا القضيه انه بالسايكوديناميك على المريض مثلا نعتمد على تاريخ المرضي، نعتمد على الصدمات الشافين، نعتمد على العائله، هاي بالسايكوديناميك. بينما بالبيهيفيرال ما نعترف بالذني، يعني ما يحتاج الطبيب يسوي فد جود ريليشن شيب بالبيهيفيرال، لا، انه انت يعني فد عاده خاطئه تمسحها تشكل مكان عاده جيده. بينما ذاك لا، ذاك راح يصير عندك مشاكل بالتقمص، يعني المريض او المريضه يتقمصك، يعني يصير انت مكان ابوه، انت مكان زوجها، مكان زوجته، او يصير مكان اخوه، يتقمص شخصيتك. البيهيفير ما يتقمص. المثل تكنيك from many different، واحد يعني branch of psychology experimental work on learning and remembering and thinking and develop stage motivation skill. هذا كله نفس الكلام اللي ذكرته، انه يعني هذا psychotherapy هو branch of psychology، والعمل مالته معتمد على انه نعلم الشيء كنا شلون نمسح هاي العاده السيئه، و remembering نعيد له ذكريات مالته، و thinking بيا تفكير، وبيا development of stage. بآخر 40 سنة يعني وايد صار بها تطور، فأخذوا أنه بي ساينتفك، يعني حولوه من، يعني الفكرة المأخوذة على السايكوثيرابي أنه واحد يصفط حكي، لا هو مو تصفط حكي، ووصلوا به إلى مرحلة قالوا هذا الكلام مثل مشرط الجراح، إذا تحكي غلط ويا المريض يعني مثل ما تأذيه، مثل ما واحد يفتح غلط هنا يأذي المريض غلط. يعني شلون يأذي المريض غلط؟ يعني تتعامل ويا مريض بالسايكوثيرابي يجوز هو ما عنده فكره انتحار يتحول لا منتحر، يجوز يعني انه انت بالكلام مالتك انه تظهر له الجوانب الزينه بهاي العاده السيئه، وهاي انت بالحاله يعني تعلم عاده خاطئه بها. ولهذا يعني هو بي ستراكشر، بي يعني شيء مرتب، اكو برنامج، اكو كلام محسوب، يعني بتحكيه محسوب عليك انه كلام بي هايراكي، هايراكي يعني هرم، يعني ما يصير تطفر واحدة قبل الأخرى. الأوبجكت مال السيشن قلنا هذا، حكيت لكم اياها، كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، سايكوديناميك ثيرابي. انتم إذا تلاحظون هاي المحاضرة مال السايكوثيرابي تقريبا هي مثل مراجعة لبقية المحاضرات، ليش؟ لأنها تعتمد على نظريات البيرسوناليتي، هاي نظريات البيرسوناليتي، وتعتمد على العلاج والديفنس ميكانيزم عباره عن دراجه، يعني شلون مثلا احنا نعرف انه هذا عنده بروجكشن فندخل من خلال البروجكشن بالسايكوثيرابي مالته.
كوجنيتيف مختاري لكم، راح يحكي لنا على الكوجنيتيف بيهيفير، فمن اسمه كوجنيتيف يعني فكر، بيهيفير سلوك، فاجوا مزجوا الاثنين الكور برنسبل انه هي انترنال بروسيسز كوجنيشن، شنو هي الكوجنيشن؟ ثوت افكار، الايديا نفس الشيء، هم افكار، ايمج صور، صور يعني هو يتخيلها صور، مثلا جت في مره واحده حاله تقول انا ما اكل، يا ابني ايش ما تاكلين؟ طبعا كل ما يجيبون الاكل تصور في الصوره تشرب ميت، مزونه ميته، ايمج صوره، هذا يظل ببالها يعني، وهذا يجي يوم الاكل بليف معتقدات. طبعا هذا البليف وين يجرنا؟ هذا يجرنا للديليوجي، للشيزوفرينيا، سايكوتيك، ما طول اكو بليف، اكو معتقد، انا اعتقادي جيراني كرهوني، انا اعتقادي مرتي حطت لي السم بالاكل، انا اعتقادي مسؤولي مو خشادني، هذا اعتقاد بليف، هذا يجرنا للديليوجن. انا راح يجي المريض عنده سايكوسيس، عنده ديليوجن، فانا اريد اسوي له سايكوثيرابي، اعطيته علاج، طبعا العلاج بالنفسيه كل صعب، ليش؟ لان اول شيء يعني هو علاج يعني في سايد افكت، فايد سايد افكت مشكله، انا مرات يقوم يرجف، مرات يصير في الشغله، وبعدين اكو اشياء يعني الناس تخاف من الدواء النفسي. فلهذا شوف العالم يقول لك ممكن تعالج علاج نفسي اذا انت يعني طبيب شاطر فاهم، يقول ايه مرحله تقدر تجوز تخلص المريض، هاي الصوره الايمج، هاي الفكره. يعني مثلا قبل اسبوعين جاني مريض بالمستشفى، يعني هو عمره 31 سنة، عنده هسه سكشوال ديسفونكشن، عنده ضعف جنسي، هسه هذا الضعف الجنسي منين جاي؟ جاي عنده من ثوت أفكار، هاي الأفكار تتقاطع ويا العملية الجنسية مالت، فإذا هنا بالسايكوثيرابي تشيل هاي الأفكار تحسن الشيء اللي هو جاي من أجله، هاي فكرة يعني، إيمج، اعتقاد. Accommodate behavior change so that the person behavior is shaped. يعني سلوك هذا الشخص تتحوره shaped. Not just by situation even but by the interpretation. شنو معناه؟ يعني انت تتحور هذا الفكرة، الصورة، الاعتقاد، مو بس بذاك المكان اللي يصير عنده بي، وإنما حتى تفسر له انه هذا صار بهذا السبب. يعني مثلا هذا يدخلنا على مواضيع شنو اسباب الوهم، انه اكو نظريات، كلها نظريات، مثل اسباب الوهم، واحد يقول لك تربيته بالطفوله، واحد يقول لك مثلا الكونفليكت، الصراعات اللي صارت عنده، كلها اسباب للوهم. طبعا الوهم مفتاح سايكوسيس، سايكوسيس عن الوهم. كوجنيشن بيهيفير ايموشن ار انتر ريليتد، شنو معناها؟ يعني يقول لك انت نسال بالسايكوثيرابي لازم انت عندك ثلاث اشياء ببالك، يا اما عندك فكره، يا اما عندك سلوك، يا اما عندك عواطف، ايموشن، مشاعر. يعني شنو؟ مثلا يجيك مريض بالكابه عنده حزن، انت تيجي ترفع هذا الحزن، عنده ايموشن مال انتحار، فانت تشتغل على الايموشن. هي هاي سايكل، تكسر وحده البقيه كلها تروح. بتحسن الايموشن مالته ماكو بيهيفير مال انتحار، ماكو فكره مال انتحار. فهو سايكل، واحد يذب على الثاني. ممكن بالسلوك يصير فكرة، ممكن بالسلوك يصير مشاعر، ممكن المشاعر يصير سلوك، ممكن بالسلوك ترجع تصير فكرة مرة ثانية. فهنا سايكوثيرابي يشتغل على وحدة من ذني يكسرن حتى يكسر السايكل هذا. مثل اكو هسه تاخذون بالجراحة مثل هاي البواسير والفطور، اكو سايكل بين فشر سبازم، يعني اكو عنده ألم بالمقعد، هذا الألم يسوي له سبازم تقلص، من يصير تقلص يصير فشر، يصير فطره وبواسير. فيقول لك انت تشتغل على واحده من ذن السايكل، يا اما تشيل البين يطيب، طيب مسكنات وشي، ما طول ماكو، اما تشيل سبازم هم يطيب، يعني كل اللي يروح بس تشيل واحده من السايكل. نفس الشيء افكار السايكل، هاي طلاب الطبيه لازم يخلوها دائما ببالهم اكو سايكل، ما يصير انه يقول انا عالج الوجع بس، لا اكو سايكل. الكور برنسبل الثاني انه البيزك بيهيفير والكوجنيتيف برنسبل يسموهم بيهيفيرزم، السلوكيين. ذول منين تعلموا السلوكيين؟ من الليرن ثيوري. الليرن ثيوري هي نظريه التعلم. شنو نظريه التعلم؟ يعني انا اتعلم شلون اخذ مخدرات من خلال
اطلاعي على هذا الموضوع. مثلا عندي صديق، عندي برنامج بالانترنت هو يعلموني ليرنينج ثيوري، انا تعلمتها فيسموها كلاسيكال كونديشننج، اللي هو قلنا عليه بافلوف اللي اشتغلها. بافلوف قلنا هذا عليه الطبيب الروسي، هو اللي اشتغل صاحب النظريه، وكذلك يسموها يعني كلاسيكال كونديشننج. يعني شنو كلاسيكال؟ يعني هي شيء طبيعي. شلون طبيعي؟ قلنا هو جاب الكلب والطاكل، ومن الطاكل دق الجرس، ومر قام عود الكلب كل ما يذب له اكل يدق له الجرس. بعدين سوى قام يدق الجرس ما يعطي اكل، هم يصير عنده سالفيشن. فاذا شنو؟ يعني قدر يسيطر على الكلب بدون اكل ويصير عنده سالفيشن. فانا هاي يسموه كلاسيكال كونديشننج، يعني مو محور، يعني بالطبيعه طبيعته خلاه هيك يصير. هاي نفس الشيء، يقول لك انت مثلا شخص عنده ياخذ مخدرات، شو تسوي له؟ تعطيه هذا الشيء اللي يمنعه عن المخدرات، مثل ما عنده ما يقدر ينام تعطيه مال منوم، مزاجه مو زين تعطيه مال مزاج، دواء نطيته الدواء، فهو هنا ايش راح يصير عنده؟ انت بالاخير شو تسوي؟ يعني انت مثلا مطيه اياه بجو معين، مثلا يوميا المغرب ياخذ هاي الحبايه، تقوم تسوي له حبايه يسموها بلاسيبو، ما بيها دواء، مصنوعه من مواد حافظه بس، تعطيها يقوم ياخذها بنفس هاي الظرف اللي ياخذه به، هو يميل للنوم، هو يصير ريلاكس. فهي يسمى كلاسيكال كونديشن. يعني انت اول شيء قطعت المخدرات، الدواء مال مهدئ، ثانيا قطعت هذا الدواء المهدئ، الدواء في الشيء هو مو دواء يسموه بلاسيبو، بلاسيبو يعني في الشيء ملطف بس. ولهذا دول العالم يجون يقطعون المخدرات، يخلون المريض على مخدر، يحولوه من الكوكايين للميثادون، يحولوه من الهيروين للميثادون. الميثادون يجي يصرف لي طبيب من الاستشاريه ودفتر امراض مزمنه ويختم له هيك يعني، وغالي بالغراماتي الحسب. هو الكيلو ب 30,000 دولار. تصور اذا انت تعطي مريض يعني مثلا في الشهر يجوز يحتاج له 30 جرام، يعني 30 جرام بالنسبه لهم هواي، يعني يطلع الغرام اذا 30,000 دولار تقسم على 1000 ب 30 دولار، اذا احتاج 3 يحتاج يعني يحتاج 1000 دولار، خارج عندهم 1000 دولار كلش هواي، مو مثلنا احنا زناقين. هم عندهم ما عندهم هيك مبلغ، هو اذا عنده ورقه يصرفها. فهذا يسوي له دفتر امراض مزمنه. النظريه الثانيه اللي هي للبيهيفير المن، النظريه سكنر، هذا عالم مثل بافلوف، بس هذا بدل ما كلاسيكال كونديشن سوى نظريه اسمها اوبرنت كونديشن. يعني شنو اوبرنت كونديشن؟ مو طبيعيه. يعني شنو؟ يعني يسويها رينفورسمنت، يدعمه. يعني شلون؟ مثلا تقول هذا الطفل اللي يمر على روحه، تقول له يابا اذا صبحت انت موبايل اليوم نخليك تشوف برنامج الكرتون الفلاني، واذا صبحت موبايل ما نخليك تشوفه. هذا اوبرنت، انه انت تعطيه يعني سويت له reinforcement، دعم. اذا صبح هو سوى هاي العاده الخاطئه حررته من شيء، فهاي اوبرنت مو كلاسيكال. النظريه الثالثه هي سوشيال ليرنينج، يتعلم من المجتمع. هاي صاحبه او صاحبتها بندورة، كل واحد له اسم، كلاسيكال بافلوف، اوبرنت سكنر، سوشيال بندورة. الكور برنسبل الثالث، يعني هاي بس برنسبلات للسايكوثيرابي كل شيء. يعني انت مو بالك وجه طلع لكم فد واحد علمكم حتى دبرجل شلون احكي وياه، هاي وين انت؟ يصير اختصاص بالطب النفسي ما علمك اياه، بس دا علمك شنو القضيه، يعني شلون اراويك الاغلاف مال الدول. اقول لك يا اكو علاج اسمه سايكوثيرابي، وهذا العلاج معتمد على هاي البرنسبلات. اما انا تركت لكم بكل رابط تقدر تدخل بس بحسابك الخاص، لان بسريه مريض هذا تقدر تفوت من خلال هذا الرابط وتشوف مريض عنده ديبرشن وده ياخذ سيشن مال سايكوثيرابي. تقدر بس تكتب رابطك، لان اكو كلام بالسايكوثيرابي مثل السريه مال المريض، بس انت بتحط حسابك بعد انت سجلت عندهم، اذا سويت لك اي شيء خابط يعرفوك. البرنسبل الثالث هو ديفلوب اوف انفورميشن بروسيسنج موديل كوجنيتيف and the clinical study shown that anxiety mediated by thought are going big. يعني هذا البرنسبل اعتمد على العالم بيك، هذا العالم بيك هو اللي يشتغل على الكوجنيتيف، على التفكير.
of early thought pattern, خصائص التفكير، سواء سكيماته، وشاف اللوجيكال ايرور ان ثينكينج. يعني شلون مثلا واحد التفكير المنطقي يعني معروف هذا يفكر منطقيا، يعني يصير عنده خطا بتفكيره، يعني شنو يصير عنده خطا بالسلوك مالته. شو قلنا ذاك السايكل، اكو ثينكينج اكو بيهافير اكو فيلينج، فبيصير خطا مثلا هو عنده بالتفكير مالته انه يحل هاي المشكله بالانتحار. هذا خطا وين بدا؟ خطا بدا الايرور وين؟ بالثينكينج. فانت هنا السلوك شو راح يصير؟ راح يصير انتحار. فبيك شو يقول؟ يقول احنا نصلح هذا الخطا اللي صار بالفكر، لو نحكي له ونشيل هاي الفكره من عنده. ماكو داعي احنا نربط دير قلنا لا تنتحر، او الراقبه، او نشيل السجاد نشيل من يمه، او ما وقف السلاح، ما يفيد. يقول هذا، يقول ليه شلون نظري تدعمه؟ لان لقى ناس منتحرين بالمرافق الصحيه، كاملين شغلهم ماخذين المرافق الصحيه وشانقين روحهم. فقال شوف صعبه، فاذا قال لازم انا اغير الفكره مالته. طبعا هنا ايش حكيت؟ قال الثينكينج الستايل مال الثينكينج تو ريجيد اند ريزيستنت اند ريزيست تو ادابتيشن. شنو معناه؟ احنا هاي حتى نظريه موجوده بالمجتمع، يقول لك يا معود هذا رجال كبير فكرته ثابته وما يغيرها، صلب صعب يقاوم ريجيد. فيعني تغيير الفكر اصعب من تغيير السلوك. السلوك يعني انت سواء واحد يريد يضربك سكينه بالسلوك تسوي تشتف انتهى الموضوع، او واحده تريد تحرق روحها توخر النفط وعيتها توخر البنزين انتهى الموضوع. بس الفكره فكره ظلت عندها، هسه انت قدرت تمنحها بس ولا شهر تنتحر، هي لازم تشتغل على الثينكينج. شفت ذاك اليوم في الدنيا اسمها زهراء، يعني جابوها مره ذبت روحها من الشط من الحله اليوم بجسر بنته، هي عمرها 26 سنة، عندها ولد وبنية، عندها بيت وحدها، كل شيء كل اللي ببالكم الأسئلة كلها نيجاتيف، كل زين، رجلها حباب، عايشة أحسن عيشة، عندها فكرة تنتحر. جابوها الناس، ذبت روحها بالشط، جيتوا عليها اثنين جماعة، شالوها جابوها لأهلها، جابوها هم غير ملتزمين بالدواء. يا بخذوا دواء يعطوها دواء يشترون الدواء بس هي ما تبلعها، هم ما يتابعوها. ليش ما يتابعوها؟ لان انا شفت امها حكيت يومها، امها تقول هاي بنتك كذابه. مشكله انت اذا صار عندك واحد بالعائله وقريب على المريض وما مقتنع بالمريض، مشكله كبيره. طبعا برمضان حرقت روحها، دخلت ثلاث ايام المستشفى ماتت. يعني انا ما شفت امها بعد، بس شفت ابوها، قلت له ثراومه هي سبب قتلها. قال لي اعرف. ليش؟ لان امها انا كل ما احكي ويا امها تقول لي بنتي كذابه، بنتي هيك، هي عندها فكره الانتحار. يلا وين صرت هيك؟ لا بنتي كذا، الان ماتت. يلا انا مجتمع صعب، انت بالمجتمع تغير فكر. يعني راد، يعني هسه انت يجوز هي لو ما يوحت راد لها جلسه، بعدين تتحول. يعني شلون تجيب شخص نص سياقه وتعطي سياره يسوق لك بالجبال؟ هو يوقعك لو تظل تمشي بسلك. اوكي، بروبلم وين كريتيكال انسيدنت كونترا انديكيت بليف الورد سكسس ريدندنسي. يعني هاي يعطينا الايرور اللي يصير بالافكار، شنو نوعيه الايرور اللي يصير بالثينكينج، هي هاي الاشياء. يعني احنا كلنا نحكي يعني برنسبل، ما نحكي في شيء ديتيل. ثوت بيهيفير فيلينج سايكل، يعني هنا دائما يقول لك انه مثلا الفوبيا والانكزايتي، الخوف والقلق. طبعا مفتاح الامراض النفسيه خوف وقلق. اغلب المرضى كنت اشوفهم بالشماعيه يدخلون، اقول له ايش بيك؟ يقول عندي خوف. هسه هذا الخوف منين؟ يعني اشكال يجاوبون، يقول لك عندي خوف، قسم يقول خوف مبهم ما نعرفه بس انا خايف. بالفعل هو هذا مريض النفسيه يصل به مرحله الجبن، انت تكرهها من الجبن مالته. يعني اذا يدق الباب يخاف، ولهذا يصير عنده سوشيال ايزوليشن، ما يطلع المجتمع. يعني تقول له روح اليوم قرايه هنا، روح، يقول لك ما اروح. هو ما يقول اخاف، يقول ما اروح، بس هو يخاف. عزيمه ما يروح، خاف بس ما يقول اخاف،
ما اروح، هو عنده خوف. ولهذا بالسايكوثيرابي انت تكسر هذا الخوف، يعني الدعمه تمشي وياه، تاخذه، تسوي له كونتاكت حتى تغير هاي الفكره مالته. فانا التريجر دائما لما شو يقولون عن التريجر سبب الشيطان. الشيطان هو هذا، شنو معناه بالمجتمع مالتنا؟ شنو نقول؟ ما مس او مستها جن. جن يعني الشيطان لما يكون تريجر ثوت والبايت انه هذا، يعني هذا الشيطان هو دخل بافكاره سوى له مشاعر. شنو المشاعر اللي يصير عندنا؟ انا دول مشاعر كل شيء ازيد من هذا، مو بس هي بس حلقه ويعرق وخفقان، لا اكثر، يرجف، يجفل، ما ينام. بس انت تصور كل وحده من ذني من ذني يجيبوا لها طبيب، يعني هاي بالبتيشن اذا وقع لها بيد واحده ابو قلبيه يسوي لها الف تحليل، وهي بحكايه تنحل القضيه من فوق. هذا يروح يسوي له اي سي تي ويسوي له اي سي جي ويسوي له مدري شنو ايكو، وهذا فلان يقول له بيك هيجي وعندك ضربه هاجره، وهذا يقول له راد له قسطره، ساعات لا هاي ولا ذيك. بالسلوك كروس رود، يعني هنا السلوك مالته راح يصير عنده سلوك يعني يقطع الطريق. يعني شنو يقطع الطريق؟ يعني ابنورمال، ابنورمال. فنفس الشيء رجعنا انه اكو سايكل، اكو فيلينج، اكو بيهيفير، اكو ثوت. الاهداف للثيرابيوتيك هي شنو؟ كولابريت يعني تحالف ونشترك، ما يسمونه مريض، هم يسمونه كلاينت، عميل، بس مو العميل اللي ببالنا، عميل الامريكان، لا، عميل يعني وسط ما بين المريض وما بين النورمال. فكلاينت يعني شنو معناها؟ انه احنا مو دائما اهل السايكوثيرابي هم ناس سايكوسيس، لا، هم ناس نورمال. يعني مثلا واحد تعرض الى صدمه كبيره، مثلا صدمه، هو حاط عائلته بالسيارة ويمشي، صار حادث السيارة كلهم ماتوا وهو طلع، يعني صار ما يحتاج سايكوثيرابي. أنا شايف وايد كيسات هيك كلهم يموتون ظل بصار. أو مثلا يعني هذا كل مرة مو سمعت ماس كهرباء يصير حريق بالبيت ويموتون، أو حوادث السيارات. فذول اللي باقين على الحياة، بالأخص إحنا مرينا من 2003 يعني لما ورا داعش 2016 احنا عندنا انفجارات. انفجارات انت وجوز ما عشرت المجتمع بيها، كل الصعبة كانت. يعني مثلا ما يطلع على السوق هي وابنها ترجع وحتها، ابنها راح، متى راحت، او هي لما راحت. هذا كل انفجار صار مرة بشارع المكاتب، يعني يلقون بس الراس مال الانسان بالثرايا. كل يحتاج اسائل، قد شو بدك كيسات يجون؟ يعني مثلا جاني واحد ابو محل مش على المكاتب بالمستشفى، هو صار بالفجر، هو ما بيشي لان محل مالته بعد حوالي 100 200 متر 150، بس المشكله مالته يقول انا من واقف بالمحل جاني راس مع شخص صار بحضن فجر، انهبط، احنا نقول عليه انهبط. يعني من عام 2000 والانفجار صار عام 2009، من عام 2009 لحد هسه الرجل ترك المحل، ترك بعده شاب. اي طبعا الناس ثوت ريشنال ثوت، يعني اكو رياليتي تيست ثينكينج. هذا الموضوع صعب عليكم، يسموه سايكوباثولوجي. سايكوباثولوجي يعني لازم تعرف الفيزيولوجي وتعرف اكو شيء اسمه سايكوباثولوجي، مثل ما اكو باثولوجي بالمدرسه اكو سايكوباثولوجي. يعني شنو سايكو مثلا؟ يعني الهالوسينيشن سايكو باثولوجي، الديليوجن سايكو باثولوجي، الفلات افكت المشاعر سايكو باثولوجي. هذا يعني للسايكولوجي، سايكولوجي هو قلنا مثل فيزيولوجي، بينما سايكو باثولوجي مثل باثولوجي. يعني نورم اكو نورمال ثينكينج واكو اب نورمال ثينكينج. الاب نورمال ثينكينج هي سايكو باثولوجي. مثل ايش الاب نورمال ثينكينج؟ مثل كونتري ثينكينج، يعني بتاخذ مريض عنده سايكوسيس وتسوي له تيست ثيكينج. شو تسوي؟ تسوي كونكري ثيكينج، هي هاي الرياليتي تيست. شنو مثلا؟ يعني تعطيه مثل تقول له في السبيعه شنو كونكري ثيكينج؟ تقول له يا باك مثلا يقول المده تجيك على قد الطاق، شنو معناها؟
او السايكوسيس ما يعرف انه على مقدرته وقابليته وقوته العقليه او الماديه، يقول لك انه انا ما طلع رجلين، هذا كونتري ثينكينج، فشل ثينكينج. فهذا يسموه رياليتي تيست ثينكينج. باي دوينج سوشيال بيهيفير بوزيتيف فوكس اون هير اند ناو ليس انترست in developing history and developing of insight. تكنيك، شنو هي التكنيك؟ هي هاي التكنيك راح تشوفوها من الفيديوهات اللي يدخلون بها من حسابكم الخاص، انه هو شلون يسوي education detail explanation discuss of cognitive module monitoring of thought behavior feeling context to develop aware of their interrelationship examine challenge negative thought. نعم بلشت القضية انه واحد عنده negative thought، كنت تسوي له تفحص على negative thought، تحدى على negative thought rationalization هي ابرايزال، يعني اعادة تقييم للموقف. ولهذا هو يقول لك يعني بالسايكوديناميك يحتاجون بالسايكوثيرابي 3 سنين حوروها، قالوا هاي هواي. فقاموا ابسط شيء بالسايكوثيرابي ابسط شيء رادلهم 6 اسابيع، بالاسبوع جلسه او جلستين، جلسه 45 دقيقه ابسط شيء يعني 6 اسابيع، الوسط 6 اشهر، الزين كل السنه. سابقا بزمن فرويد كان 3 سنين. طبعا rehearse of coming with difficult of situation، هاي كلش مهمه النقطه. شنو يعني؟ يعني cognitive rehearse of coming with difficult، يعني انت تعيد تسميع لهذا المواقف الصعبه اللي كان هو يتجنبها. يعني مثلا ابو الانفجار ما بعد ما يروح للشارع اللي صار بين انفجار، انت شو تحاول يعني تمشي بس مو تجيبه للشارع، يجوز تصير بيه فشي، يعني قريب عن الشارع بعيد عن الشارع، ريهيرز او تحكي له عن الموضوع. هاي مهم كومنج شلون تحور وياه. تكنيك جريد اكسبوجر، تعرض شوي شوي جريد درجات تو فيل سيتويشن، هاي يسموه سيستمك ديسنسيتايزيشن على اسم. يعني هسه اذا تروح من اليوتيوب تكتب فيديو فور سيستميك ديسنسيتايزيشن يطلع لك هيك فيديو، يبين لك اكو فد مريض ساعتهم قاعد وراح يحكوا له شلون يعالجون الخوف اللي عنده، وهذا الخوف اللي عنده يقول لك هذا طريقه السيستميك ديسنسيتايزيشن. شو سوينا؟ الخوف يعني مثلا مو يعني اكو خوف على يعني الفضيحه، اكو واحد يخاف يركب طياره، اكو واحد يخاف يركب تاكسي، اكو واحد يخاف يركب مطار. أنا جاني مريض يخاف يجي للمستشفى، تصور هو يخاف يجي للمستشفى ويردون يجيبون للمستشفى. وين الطبيب وين تحط لي اياه؟ الدكان لازم يحطه للمستشفى، هو يقول مشكلتي انا اخاف اجي للمستشفى. يعني شلون مثلا هسه طالب بالاعداديه، اكو انا اعرف طالبه صار 4 سنين بالسادسه الاعداديه بس يمتحن، خوف من الامتحان، قارئ الماده وكمله كل شيء بس يتخاف. هاي تستفاد من هيك مواضيع. يعني لو تحصل لها 6 اسابيع علاج سايكوثيرابي بهذا الموضوع فتهم وما يفوتون بهاي المواضيع. سكجول اكو بها يعني جداول، رينفورسمنت حكينا عليه، الدعم، ريورد التشجيع، المكافآت، بيهيفير اكسبيرينس، رول بلاي يعني العلاج بالمسرحيات، العلاج بالموسيقى، رول بلاي، تمثيل، مودير، سي بي تي. وين نطبق السي بي تي؟ بالدبرشن. يعني المريض عنده دبرشن مو ما نسوي له سايكو اناليسيس، ما نسوي له بيهيفيرزم، نسوي له سي بي تي. سي بي تي يعني كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي. نسويها بالانكزايتي، بالفوبيا، بالاو سي دي، اوبسيسيف، بالجاد، بالايتينج ديسوردر، كلش مهم الايتينج ديسوردر، واحد ياكل هواي وانت هذا يقص له معدته وهذا يعطونه حبوب وهذا يشطونه وانت بالسايكوثيرابي تخليه يتحسن الاكل مالته، سواء ما ياكل او ياكل. اكو ناس ما تاكل، ما بيها مرض بس ما تاكل. انا جبت وحده وزن يمكن
30 كيلو. هاي مقدر يا أستاذ، هذا يسمونه يعني المريض عنده اعتقاد انه عنده مرض خبيث، لو تقلب الدنيا بالتحاليل ما يختلف، اذا كان فيه مرض خبيث، مرض ممكن مرض خبيث يتشال، يسموه هايبوكوندرياسيس باللغه العربيه، اسمه المراق. سايكوتيك سيمبتوم استفاد من السي بي تي. اي سايكوتيك سيمبتوم؟ سيكشوال ديس فانكشن، هذا موضوع العصر. سيكشوال ديس فانكشن استفاد من السي بي تي. الايفيدنس بالدبرشن كل شيء استفادوا، وخاصة إذا هو نون سايكوتيك وبي فولو اب. وطبعا أنا مبي كان عمل في سيمستر 90 شو اشتغلوا بالانكزايتي كذلك. ايتينج ديس اوردر قلنا عليها، لانه شنو هي عندها فكره اي ماست بي ثين، يجب ان اكون انا نحيفا. اي ماست، اذا اي ماست بي ثين، هاي شنو؟ هاي ثينك، ما طول اكو في ثينك انه انا اقدر ادخل بالكوجنيتيف وغير هاي ثينك ويتغير البيهيفير. انا هو شنو؟ خليها تاكل. يت انوركسيا ريزيستنس، يعني حاليا يقول هذول اللي ما ياكلون صارت عندهم مقاومه للسي بي تي ابروتش، بس يقول بقوا يستفادوا منه اهل البوليميا. البوليميا ياكلون هواي والانوركسيا ما ياكلون. سايكوسيس، سايكوسيس يعني شيزوفرينيا، باي بولا، سايكوتيك ديبريشن، هاي كلها نسمي سايكوسيس. شوف شلون استفاد السايكوسيس بالسايكوثيرابي، يقلل البري اوكيوباي وذ ديليوجن اند انتنسيتي اوف بليف. يعني هنا قلنا الديليوجن والبليف هي شنو؟ ثينك، افكار. انت بالسايكوثيرابي تقلل لها هاي الفكره، قلل لها وذ دراول، قلنا ما يروح للمجتمع وذ دراول ينسحب. الباسيفيتي، باسيفيتي يعني شنو؟ باسيفيتي يعني مثلا جيب فلوسك يطيح، باسيفيتي قوم يقول نام ينام ابو زين. المتعه ان تقول لا، هاي لا ما بس سايكوس استطيع بس. ولهذا يعني امرار هذول كذا نشوفهم يجيهم بالوحده بالليل الشماعيه نلقيهم نايمين بالقاع وعايفين السره مالتهم بالشتاء نايم وعصب. طبعا يعني قلنا ما معقول اول بيهيفير يعني هيك شيء، اكو شيء اوكي. ايتينج ديس اوردر قلنا هذا سنترال ديس فانكشن ستيتمنت، اي ماست بي ثين، هاي يعني هو ازعج شيء واحد كلامه صحيح. يعني قلنا هذا بريتنج ديس اوردر عنده فكره انه انا لازم اكون ضعيف، فهذا معناه اكو ثينك فيستفاد من السايكوثيرابي. هاي الكلام معناها. الكلام الثاني السايكوسيس، ليش يعني يستفاد السايكوثيرابي السايكوسيس؟ لان عنده بليف، هم عنده ثينك، عنده ابنورمال بيرسبشن. abnormal perception يعني شنو؟ perception يعني الهالوسينيشن، يعني هو عنده abnormal، يعني هو واقف بالترافيك لايت من يشتعل الترافيك لايت يقول اذا انا في السياره وراي تخطط علي راح تخطفني، هذا يسموه abnormal perception. هذا يستفاد من السايكوثيرابي. فشلون يقلل البري اوكيوباي انه انشغاله بهذا الديليوجن وشده الفكره اللي عنده. يعني لازم المريض او الكلاينت يكون اكتف ومشارك
وكل الفعاليات الكيب دايريز، دايريز يعني الفعاليات اليومية مالته، والهوم ورك تاسك مالته ينجزها. حكيت عليه قلنا شلون يعني هذول هالسادس اعدادي يوقفون يوم السادس ما ينجزون واجباتهم، ودائما يحاول يبحث عن الحلول. اذا هذا يعني يستفاد من السايكوثيرابي. يعني انت ما يصير المريض هو ما مختلف من السايكوثيرابي، هو ما يريد يسوي حل، هذا ما يفيدك. انت تريد واحد اكتف، هو يقول لك خلصني. يعني مو تجي تجبر، مو مثل الحب، مو مثل الابره، مو مثل الكبسول تفك حلقه وتبلعها، لا هذا ما يصير. هذا يراد واحد هو يتعاون وياك سايكوثيرابي، هو يقول لك خلصني. يعني مثلا اعطيكم مثال، واحد عنده هوموسيكشوال لواطه، يقول لك خلصني من عندها، هذا تدخل وياه سايكوثيرابي. او هذا انحراف جنسي، او هسه هذول المثليين، يقول لك يابا خلصني، انا عندي فكره انه انا اريد اصير امراه او هي المرايات تصير رجال، هذا يستفاد من السايكوثيرابي. او المخدرات سايكوديناميك، اللي احنا قلنا هذا سايكوديناميك انه يدخل بالانكونشياس، وشون يعني قلنا يستفاد من تاريخ المريض ومن عائلة المريض ومن الأحداث اللي صارت عنده، بينما بالبيهيفير ما له علاقة، ما يستفاد من هذا الشيء. وسايكو دايناميك ثيرابي يعتمد على الديفنس ميكانيزم اللي حكينا هين، يعني انت مش شوف المريض شنو الديفنس ميكانيزم اللي عنده من خلاله تدخل بالسايكو ثيرابي. التكنيك انه انه تحل هذا الانكونشيس، هذا اللي باللاوعي اللي دفعه، تحل هذا الصراع الكونفليكت اللي مسبب الى هاي الاعراض اللي عنده. يعني شلون مثلا؟ يعني كل ما يطول الكونفليكت ما ياثر على الشخص اكثر، كل ما يطول الصراع. الصراع هو ثلاث انواع، صراع يسموه دبل ابروش، دبل افويند وابروش افويند. شلون يعني دبل ابروش؟ يعني فين متقاربات، يعني اكو فعلين فين الزينات، بس انت عندك تنافس ما تقدر تختار الاثنين، تختار واحد، هذا صراع. شلون؟ مثال مثال مثلا يعني واحدة أو واحد يتزوج من وقت عمره 18-20 أو يستمر بالدراسة، هنا اثنين الزينات، بس ما يقدر ينجز الاثنين، ما يقدر هو يتزوج عمره 20 سنة وهو يريد ياخذ دكتوراه، ما يقدر. فهذا الشيء يصير، يصير صراع. هذا الصراع بالانكونشيس يولد عنده ساين وسيمبتوم. أو مثلا دبل افويد، اثنين الزينات. شلون افويدنس؟ يعني مثلا واحد وظيفته مو خوش وظيفة، يضوج من عتها، بس هو اذا ما راح الوظيفة ينقطع رزقه، فقطع الرزق مزيان والوظيفة مزيانة، فذن الاثنين مزيان، ذن الشيء وردن وردن كونفليكت صراع. او مثلا ابروتش كونفليكت، واحد زين واحد مزيان، مثل واحد يحب الشهرة، يحب يصير معروف، يعني يصير طيار، يصير ممثل، بس يعني الشيء وراء هذه خطورة، صار طيارها فوق لك ابيها موت وبيها تدريب وهيجي زين. فهذا يسموه ابروتش افويدنس. فهذا هي الفكره كلها موجوده، انه اذا انا عندي كونفليكت صراع يولد لي ساين وسيمبتوم، هاي ساين وسيمبتوم يصير على شكل ديفنس ميكانيزم. انت بالسايكوثيرابي تدخل من خلال الديفنس ميكانيزم تطلع هذا الكونفليكت الموجود عندك. طبعا بها اشياء يعني ترانسفيرنس وكاونتر ترانسفيرنس، شنو يعني معارضات؟ المعارضات شنو هي؟ الريليشن شيب، يعني مثلا المريضة أو هاي العميلة اللي قلنا عليها كلاينت تتقمص، تتقمص شخصية هذا المعالج، يعني يصير هو مثل أبوها، مثل أخوها، مثل زوجها، أو إذا رجال وهي معالجة تصير هي مثل زوجته، مثل أمه كذا. فهذا التقمص يسموه ترانسفيرنس. الكاونتر ترانسفيرنس لا، تقاطع يصير بالموضوع، ذن لازم احنا نتجنبهن، لأن التجنب مالته مهين مو سهل. يعني انتربيرسونال ديفيكت، الصعوبات بالبيرسوناليتي بروبلم. انا من البدايه المحاضره قلت لكم، قلت لكم هاي المحاضره تقريبا بدها تعيد كل المحاضرات، تعيد لك الاستيروتايب والهيومن سايكولوجي والبيرسوناليتي والديفنس ميكانيزم والستريس، ان هذول الخمسه اخذناهم، وهاي السادسه بالسايكوثيرابي انه لان هاي النظريات مال السايكوثيرابي نفسها. هيومانستيك كلاينت سنتر، هيومانستيك يعني كلاينت سنتر ثيرابي، شنو معناه؟ يعني انت تخلي المريض هو يحكي، انت بس لسنينج، تصغي وتحور، من يشوفه يطلع عن الموضوع ترجعه. فهذا انا شنو يعني؟ انت دورك يكون امباثي، وورم، انكونديشنينج، بوزيتيف ريجارد،
يعني هذا تايب مالسيركا ثيرابي يسموه كلاينت سنتر ثيرابي، يعني هو يركز على المريض، يركز على العميل مالته، مو مثل السايكو دايناميك انت تقود العمليه، مو مثل البيهيفير انت تقود العمليه. سيوتبل مالتو مدل ديفيكولت لايف ايفنت الناس لوز سب كلينيكال، يعني هذا وين يستفاد من عنده بالكلاينت سنتر ثيرابي؟ مثل اذا واحد عنده فد مرض الناس، يعني المرض شنو؟ مثلا واحد فد مريض عنده سرطان وما يقبل ياخذ دواء، يستفاد من السايكو ثيرابي اذا دخل بيا تايب، مو تجيب لي هو عنده سرطان وما يقبل ياخذ الدواء وانت تودي لي السايكو دايناميك، شنو علاقته؟ ولا علاقه، شيء ما يستفاد. هذا يستفاد من الكلاينت سنتر ثيرابي. او لوز، لوز يعني شنو؟ مثل وحده ميته منها، واحد يجي واحد فاقد امواله، فاقد جاهه، وصاير عنده علامات مزينه، ما يستفاد من السايكو دايناميك. ما يستفاد من البيهيفير، هو مو مخدرات، هو مو انحراف جنسي، هو مو مثليين، وانما هذا عنده لوز، فهذا يستفاد من الكلاين سنتر ثيرابي. او الدبرشن او الانكزايتي كذلك يستفاد من هذا التايب. طبعا هم مطيها فتره اقل من سنه، ممكن تصل سنتين، وهاي بالاخص اذا مثلا المارتر ريليشن شيب ديفيكولت، هاي بالعوائل، يعني تلقى واحد مطلق 4 مرات 5، هاي يعني مشكله، يعني هذا لازم يدخل سايكو ثيرابي الله يقدر يواظب بعدين. وش ذا تشويس؟ يعني شلون احنا نختار هذا؟ لازم اكو فت كومبريهنسيف تريتمنت، رينج مال التريتمنت، البروبلم، تاخذ الناتشرال مالتي، الكرونيسيتي، السيفيريتي، الكومبلكس، البيشنت سايكولوجيكال مايند، يعني لازم عنده سايكولوجيكال مايند. يعني مثلا شنو سايكولوجيكال مايند؟ مثلا اكو فد واحد عنده دراج مايند، يعني يقول لك انا استفاد من الدواء، ما استفاد من هذا السايكوثيرابي، هذا ما يفيدك بعد. لازم عنده توليريت تو بين، شورت لونج تيرم ورك، يعني شنو البين؟ انا اقصد منتال بين، انا بالنفسي. كونكلوجن بصوره عامه هي للمحاضره، شو قلت؟ قلت هي فد رينج مال سايكولوجيكال ثيرابي، وبي تايب هذا السايكولوجيكال ثيرابي، ويعالج لي المنتال هيلث بروبلم، وممكن يعالج لي فيزيكال هيلث ديو تو منتال هيلث. يعني مثلا شلون؟ انا شفت واحد مسوي 10 مرات قسطره، كل مره يقول له ما بيك شيء. هذا ايش عنده؟ هذا عنده فير، عنده خوف انه انا راح يصير خوف من المرض. يعني انا عندي مرض بالقلب، ف10 مرات يعني كل اللي لازمه الاخوان يسوي له قسطره، 10 قسطرات، بحيث قام هو يرتب المرضى من يجي الصبح. طردوه منها بدل من محافظة راح لغير محافظة. هذا بعد ما يعني لازم يسوي سايكو ثيرابي. بالرغم انه يدعي فيزيكال هيلث، صدره ضيق ما ادري شنو، مش قد عمره، مو يعني عمره يجوز 55 سنة. هذا يستفاد من سايكو ثيرابي. رول بالجنرال ميديكال سيتنج، طبعا هو له رول، شلون ما له رول؟ يعني كل شيء يحسن السبتوم، يعالج بالاخص اطباء الباطنيه العصبيه خلقهم صغيرون ما يتحملون، يعني اذا شافوا المريض 3 مرات 4 مرات ضجون، مثلا يجي مريض يعني يدفعون به بالعربانه، هم مسوي له كل التحاليل وكل الاشعاعات، يقولون يا هذا ما عنده مرض عصبي، بينما هذا عنده سايكولوجيكال بروبلم، عنده مشكله نفسيه مخليته يسوي الرول مال السايكولوجي، انه بارابليجي حاطه بالعربانه. هذا الطبيب يعني شلون ذا ترانسفيرس كاونتر يقوم يكره الشغله، ليش؟ لان يحس هو انه ما قدر يقنعهم انه هذا ما بي شيء، لاكو ورم، لاكو جلطه، لاكو كذا. يقولوا له هذا المريض قدامك مشلول، واذا ماكو الاشعاعات تقول ماكو، بس احنا المريض عندنا هذا. فهم يضطرون يرجعون للسايكوثيرابي اضطراريا، فبروموت سبتم هاد مانجمنت هاد كومينج حتى يصير امبروف للتريتمنت مالته، ما بيستفاد هو مطلب بس ادويه. طبعا اللي انه بروبريت اب تيك اوف تريتمنت، هاي مهمه، قلنا مثل المخدرات وكذا. الريسك فاكتور الهارمفول بيهيفير، يعني شنو؟ مثل هاي الانتحار او محاوله الانتحار. اوكي، هي هاي المحاضره بصوره عامه هي ملخصها، ما هي اللي هي مراجعه لديش 5 محاضرات.